أدهم أو جالنا أدهم ندى. يا أدهم مساء الخير عليك. زميلي العزيز أمير هشام، وبرحب بكل السادة المشاهدين مشاهدي قناة نادين الحبيب قناة النادي الأهلي. أخبارك يا أدهم؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. طمنا على التدريبات النهاردة يا أدهم. الحقيقة بدأ المران يا أمير في تمام السعادة الساعة الواحدة والنصف ظهرا بمحاضرة فنية من المدير الفني رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، أكد فيها على سعادته وتقديره للروح الفنية العالية والبدنية الجميلة اللي ظهر عليها النادي الأهلي في مباراة الهلال السوداني، وإن النادي الأهلي محتاج دايما يتحلى بهذه الروح اللي هي روح النادي الأهلي في البطولات وفيما هو قادم من أدوار إن شاء الله، لأن المرحلة المقبلة طبعا لا تقبل التهاون وضرورة الالتزام والانضباط مع ضرورة غلق الملف الإفريقي والتركيز فيما هو قادم من مباريات للدوري العام من أجل الاستمرار في الصورة الممتازة والصورة الجميلة اللي قدمها النادي الأهلي من خلال مباريات الدوري العام في المباريات السابقة. الحقيقة بدأ المران من خلال جزئيتين، الجزئية الأولى هو الحمل البدني العالي اللي قام به المدير الفني رينيه فايلر مع لاعبي النادي الأهلي النهاردة. احنا شفنا حمل بدني كبير جدا لأن النادي الأهلي إن شاء الله هيكون عنده مواجهات قوية جدا، بيراميدز ومواجهات قوية في الدوري العام ده أولا. ثانيا كان في تقسيمة تألق فيها كهربا وتألق فيها وليد سليمان وركز فيها المدير الفني رينيه فايلر على ضرورة اللعب من لمسة واحدة وتطوير الأداء الهجومي. كويس. الحقيقة حابب أطمن جماهير النادي الأهلي على الثلاثي رامي ربيعة وأحمد الشيخ وياسر ابراهيم. طبعا كلنا عارفين ياسر ابراهيم في المباراه السابقه مباراه الهلال السوداني كان تعرض لكدمه في الراس، لكن بطمن جماهير النادي الاهلي عليه جاهزيه بدنيه وفنيه اكثر من ممتازه. الحقيقه رمضان صبحي النهارده ما كانش موجود، لكن هو كان حصل على الراحه باذن من الجهاز الفني والاداري، لكن بطمن جماهير النادي الاهلي عليه قريبا جدا هتشوفوا رمضان صبحي في الملاعب مع النادي الاهلي قوه. يعني مده قد ايه يا ادهم مثلا؟ يعني اكرر زميل امين معلش المده، يعني ممكن رمضان يرجع التدريبات بشكل طبيعي امتى؟ ان شاء الله باذن الله غدا او بعد غدا ان شاء الله باذن الله يرجع التدريبات بشكل طبيعي ونشوفه ان شاء الله مع المباراه المقبله. اعتقد ان المباراه المقبله او المباراه اللي بعديها يشهد الدفع برمضان صبحي، بس طبعا هيبقى دفع تدريجي حتى يصل الى الفورمه والنسق الكامل مع لاعبي النادي الاهلي. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا يا ادهم. ادهم ندى زميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي واللي لنا الاخبار المتعلقه بمران الاهلي اليوم في اطار استعداده للمباراه المقبله امام بيراميدز باذن الله تعالى.